وانا عاوتاني جبت لكم هذا القنت. الناس ديال الطبيعه ديال التريب وديال الناس عزا لهم التخيام عزا لهم الثلج. شوف شوف هذوك فين شوف راه شي واحد اللي في الراس ديال الجبل بانوا لكم بان لكم شي القويطين فين دايرينو. السبت والحد كتلقى عامر هنايا كيجيو الناس وليدات كيبدلوا الجو. ها هنايا لتحت خليت واحد الكوريين شي كوكي شي كوريين من كوريا خيمين لتحت هنايا. خوتي هادي كيقول لها الرويضات ها يلا صوبوا هاد القدرون ما كانش هذا يلا تصوب. وهذيك القنطره راه ممنوع يدوز فيها الرموكات راه داروا ليه الحديد. وهذا الماء كيتجمع ديال الشتا كيطلع النيفو حتى لعند هذوك العوينات بانوا لكم ومن ثم كاين تيخرج بحال هادو الماء الجهه الاخرى. منطقه زويونه الصخيره هي لهاد الجهه انا غنوري لكم في الخريطه. كيعجبني انا بحال هكا داير الطبيعه والكان مري والبرد بحال هكايا والهواء تشم الهواء نقي الدنيا خاويه بوحدك بحال هكايا بحال زوينه. هنا خوتي هاد الجهه الصخيرات انا جيت من هاد الجهه داك سوق الحد وكتبع ديك الرون بوين ديال الجي تي ار اللي كيصوب فيه الجي تي ار وكتبع السوق لحد تتم جي 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 حتى كتلقى الرويضات وكتحبس. واحد الفقير هنا هو بان لكم شوف شي مادام انه كاين الفقيرين ها البقر شوف لاطراس ديال البقر غنم. مادام انه كاين هنا يا خوتي كاين هنا يا كاين ها البقر شو الطراس ديال البقر شو مادام انه كاين هنايا الفكرون غيكون هنا الارنب غيكون الارنب هنايا غيكون تا الحجل. شو كيديرين شي الديكور ديالو كيفاش داير كاين الرياح جد قوية اليوم صباح الرياح. دابا غادي نمشي نضرب لكم الدوره من هنايا ونرشي لكم البراج باش تشوفوه وباش تاخذوا فكره عاوتاني على هذا البراج كيفاش داير. ها ديما كنجبد لكم انا الجامع الطبيعه الصخيرات هذا راه في الصخيرات الناس ديال الصخيرات سمعتوني محسوب على سيدي يحيى محسوب على سيدي يحيى. هنايا سوق الحد هو تا هو بقى غير هنايا هنا كيحرشوا الناس بلاداتهم. المهم واخا ليكم معايا اللهم صل عليك يا رسول الله شي طريق شي. دابا نضرب لكم واحد الدوره من ليه نجبد لكم هاد المناطق السياحيه راه نتوما عزاز عليكم هاد المناطق السياحيه وعزاز عليكم. شوفوا البراج كيفاش جا هاد القنت جا بحال شي بحال شي جزيره. الواد هو شو من هنا والواد هو من هنا شوف وهاد الجهه هي مشات كلها شوف. غنخرج لكم دابا من الجهه اللي من الليل هادو بحال بانوا ليا شي متامر كيخزنوا فيهم الشعير ديالهم والقرح. شوف ها واحد المتموره هي شوف كي دايره ها الاخرى عاوتاني ها هي بنت لكم ديري لها بعدا جبوش باش من ما يطيحش فيها شي واحد. هاجي نجي دابا نديكم الجهه الاخرى خليكم معايا باش ما نطولش عليكم الفيديو ما نمشيو لليه تكون الاستفاده عامه. خليكم معايا هذيك البلاصه شتي بانت لكم الفوق تما فين كنت. اليوم اخوتي كاين الحال مغمغم شو كيدير الجو والصاد والبرد والعجيج وما فهمت والو سبحان الله العظيم. المهم كنت تما كاينه وطليت لكم على هاد الجهه وريتها لكم وضربت الديميتور ووريتكم من هنايا كاين تما كاينه واحد الكوري ومرتو مخيمين في هذيك البلاصه شوف تما كاينه
وكاينين هنايا شي دراري كانوا يلعبوا فجاه الصباح وعوموا هنايا راهما في هذيك البليصه. شوف الفيديو واش كاين، ناخذ منه شي لقطات. الله، وكاين عندنا شتو رديتو البال، ها نتوما الناس هما كيطيبوا قوي بالطويجنات ديالهم بالفخر، كيجيبوا الفخر ديالهم. هذه شي طوموبيل جات بلاصات هنايا وطيبات، وشي طوموبيل اخرى كطيب ليه عجيب. وهنايا هذا جبوج هذا، ها ما عاوتاني الناس شتو شي هبطوا من هنايا مع الجنب، بانوا لكم مع الجنب مع الجنب كريحوا هنايا في هاد القنيات. وكاينين الصياده ديال الحوت، راه كاينين الصياده هنا مبليين بحال دابا هاد السيد هذا مبلي في الصيده، راه هبط معايا هنايا، راه هو لهي وفي نشدو. وكاين واحد اخر حتى هو مبلي في الصيده، ها هو اللي جاي لتحت. سبحان الله العظيم، راه كل واحد واش باش مبلي هنايا. اللي كانوا الدراري تيعوموا هاد الطريق كتدي لينا حتى للطريق اللي كتدخل لينا للسخيرات الرون بوان ديال باب ديال الحد، ملي كنبدا لكم الفيديوهات من تما كاينه باش كتدخل لهنايا ياك. انا ملي غنسالي هاد الفيديو غنوريكم بالجي بي اس فين كاينه باش تاخذوا عليه فكره. راني حطيت السميه ديالو، سميتو برج الرويضات، وخديت ليه شي تصويرات مازال اليوم حطيتهم لكم هنايا، دخلوا شوفوه باش تاخذوا عليه فكره في الجي بي اس فين كاين. معنا صديق ديالنا مولاي احمد غيستر ليه الامور ديالو. هذا هو اللي بروبوز علينا الاركات، قال لك راه عندي واحد الاركات مسدوده في واحد الكراج، اجي خودها سير ديها تخدم عليها. قلت ليه مرحبا، ونمشيو ان شاء الله الرحمن الرحيم في الاخر ديال الشهر، كنتسناو حنا غير الشتا تجي وتجي لينا الشتيوة ان شاء الله الرحمن الرحيم باش نتكلوا على الله. البراج هو هذا، شتي راه دايرين لهم هادي بنت لكم ديال ممنوع الشاحنات، الكيميو اللي عالي الطريق كدير سيدي يحيى، يعني البوا ديال الكاميو ما دايرين لهم هاد الحديده راه ممنوع، راه جيت لهنايا وتعكل ما عندكش كيدير تتحرك. هادي دابا شي مرموك داز من هنايا وي شو كيدير لي اثر امسا خيط الوالدين دايرين لهم هادي وداز هو. شوف شحال البراج مهود، شوف شحال مهود اخوتي، شحال ديال الغرق، راه كاين الغرق، راه كاين شوف شحال شوف، ومازال راه كيسيل الماء بان ليكم مندي البراج، هو مندي شوف واعر في العرض ديالو شي 12 متر. شتو كيدير من هنايا؟ هانتوما خوتي، زوين زوين زوين. انا وريتكم واحد المتنفس اللي بغى يجي لي اخوتي، غنوريكم كيفاش تجيو ليه دابا هنايا بالجي بي اس. هذيك الارض واعره عجبتني، الله يسر امركم، خليكم معايا. الا بغيتو تجيو لهذاك السد ديال الرويضات، هذيك النقطة الزرقاء هي انا السخيرات، هنايا السخيرات، هنايا في الدخلة ديال الكاريان. شوف فين كاين البيم، الرومبا ديال البيم فين كان دار داك الكاميو اونبان، هنا فين كيدخلوا الكوامي شوم، فين جالسين شوم، هنا فين كيدخلوا الكوامي باش كيجيبوا لينا الشاحنات توفنا والماتريال من الكاريان. كتكمل مع الطريق نيشان حتى كتوصل هنا لسوق الحد، كتفوت سوق الحد حتى كتوصل للرومبا اللي كتفرق لينا ما بين هذه اللي كدير سيدي يحيى هنايا ما بين 40 01 و 40 42. صافي كتكمل معاها كتلقى هنا مجموعه مدارس الرويضات، صافي كتوصل هنا للبراج هو هذا. شوف هنا في البراج ديال الرويضات، شوف هو راني حطيت ليه التصويرات ديالو وسميته هو سد الرويضات، حطيت ليه التصويرات هما شوف، حطيتهم هنايا شوف، يلا حطيتهم اليوم
لكم على دات ديال اليوم الثلاثاء لو 19 شون. زوين زوين سد الرويضات شو المهم هذا هو البراج كاين ميتشاف كاين ميتشاف زوين زوين اللي بغى يبدلجو يلا خليتكم على خير وما كان غير الله الوطن الملك وانا مشيت.